موضوع حلقتنا النهارده هو سؤال مهم بيشغل بال كل الستات، يا ترى ايه هو الفرق ما بين الطلاق والخلع؟ والفرق ما بين الطلاق والخلع وفقا لاحكام القانون المصري ان في دعوى الخلع الزوجه مش مضطره انها تثبت للمحكمه ايه نوع الضرر اللي وقع عليها من الاستمرار في علاقه الزوجيه، يعني مش لازم الزوجه تروح للمحكمه وتقول لها ان في ضرر معين وقع عليها، انما في دعوى الطلاق لازم الزوجه تحدد للمحكمه نوع الضرر اللي وقع عليها، مثلا الزوج بيضربها او الزوج ما بينفقش عليها، ولازم الزوجه تقدم للمحكمه دليل على الضرر اللي وقع عليها، يعني لو بيضربها لازم يبقى في شهود من الجيران ويكون شافوه وهو بيضربها ولا يكتفى بالشهاده السماعيه. كمان دعوى الخلع ما لهاش استئناف، يعني الدعوه كلها من خلال من 3 لـ6 شهور بتكون الزوجه تم تطبيقها خلعا من الزوج، والحكم ده ملوش استئناف وفقا لاحكام القانون المصري. انما دعوى الطلاق دعوى لازم الزوجه تثبت طبيعه الضرر اللي وقع عليها وايه الشهود بتوعها، وكمان الدعوة دي بتنظرها المحكمة بتاخد من 6 شهور لـ1 سنة في أول درجة، وبعدين من حق الزوج إنه يستأنف حكم الطلاق ده تاني، فعلى الأقل بتستغرق دعوة الطلاق أمام المحكمة مدة 2 سنين. لكن كمان الزوجة في الخلع بتخسر حقها في مؤخر الصداق المكتوب في أسامة الزواج، وبتخسر حقها في نفقة العدة اللي هي نفقة 3 شهور، وبتخسر حقها في نفقة المتعة اللي هي نفقة 24 شهر، يعني تقريبا بتخسر في المتوسط حوالي 26,000 جنيه. انما في الطلاق الزوجه بتاخد مؤخر صداقها وبتاخد نفقه متعتها وبتاخد نفقه العده بتاعتها. وعشان كده احنا ما بنفضلش في دعوه ان احنا نرفع للزوجه دعوه خلع الا في حاله انها خلاص مش طايقه المعيشه الزوجيه مع الزوج ومش قادره تتعطل وتنتظر لمده 1 أو 2 سنين لغايه لما دعوه الطلاق تخلص، او ان هي ما عندهاش وسائل اثبات تثبت بيها نوع الضرر اللي وقع عليها، او ان مؤخر الصداق المكتوب في أسنة الزواج بتاعها هو مبلغ صغير جدا. وده الفرق الجوهري ما بين دعوى الخلع ودعوى الطلاق.